قال الله عز وجل في الآية 78 من سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. اعتاد ذو النوايا الخبيثة وأصحاب المصالح الضيقة الذين لا يخافون الله عز وجل والمتعصبون أيضا، اعتادوا على استخدام أسلوب التضليل المعلوماتي من خلال الكذب، من خلال التحريف في المعلومة، ومن خلال التلاعب بالكلمات أيضا. ما الهدف من ذلك؟ إما أن يكون الهدف هو تحقيق نتيجة ما في الحرب النفسية التي تكون حاضرة من أجل تغلب الفكري، يعني يكون هناك صراع فكري أو ثقافي معين بين فئات في المجتمع أو بين مجتمعات مختلفة، وبالتالي تكون هناك عملية تضليل إعلامي لهذا الغرض، غرض الانتصار في الحرب النفسية أو تحقيق الحرب النفسية. وقد يكون السبب من أجل توجيه الرأي العام لمصلحة أو لاتجاه معين، وقد يكون السبب من أجل تحقيق الانتصار في خلاف كلامي جدلي، حوار ينشأ بين شخصين على سبيل المثال، يريد أحدهما أن يتغلب على الآخر بأية طريقة، وبالتالي يدعي حديثا، يدعي كذا، يحرف في معنى، يتلاعب بالكلمات، يقدم المعلومة ناقصة، بالنتيجة هو يضلل الطرف الآخر بهدف تحقيق الانتصار في هذا الحوار والجدال. الآية السابقة هي تتحدث عن اليهود، يهود المدينة، وحربهم الخفية التي خاضوها ضد الإسلام والمسلمين من أجل زعزعة ثقة المسلمين برسول الله صلى الله عليه وآله وبكتاب الله عز وجل، من أجل خلق حالة من البلبلة الفكرية في الوسط الإسلامي، ومن أجل التشكيك أصلاً في رسالة ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. الآية السابقة هي تتحدث عن هذا، ولكنها تقدم بالتالي نموذجاً لأسلوب يتكرر، أسلوب التضليل الإعلامي الذي لا يمارس فقط أو لم يمارس فقط من قبل يهود المدينة، وإنما هذا بمثابة نموذج لمثل هذا الأسلوب. واليوم نجد أن الجماعات الإرهابية التكفيرية قد استخدمت ذات الأسلوب، أسلوب التضليل المعلوماتي والإعلامي، من أجل الوصول إلى أهدافها. هي تريد أن تقدم للناس أن متبنياتها التي تتبناها وأن ممارساتها الوحشية والإجرامية التي تأتي بها على الأرض إنما تمثل شرع الله عز وجل، وأنها تقدم بذلك الصورة الحقيقية للإسلام، وأنها تعمل بكتاب الله عز وجل، وتستن بذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. من أجل أن تضلل الناس وتخدع الناس هي استخدمت هذا الأسلوب. وفعلا للأسف هذه الجماعات الإرهابية التكفيرية نجحت في أن تخدع الكثيرين من البسطاء عندنا الذين صدقوا هذه الأكذوبة في يوم ما، ولعل إلى اليوم هناك من يصدق هذا الأمر، ما زالوا يصدقون على الرغم من أن الصورة باتت يعني ممجوجة، جرائم هؤلاء، أفكار هؤلاء، ممارساتهم على الأرض أصبحت صورة ممجوجة عند كل من يحمل ذرة من
الحياء ومن الأخلاق ومن الإحساس بالإنسانية. على كل حال نجح هؤلاء في أن يغسلوا أدمغة الكثيرين من البسطاء ويجذبوا إليهم أيضا المتطرفين المتعصبين، أصحاب الرؤى المتعصبة أيضا استهوتهم هذه الأطروحات بتضليلاتها الإعلامية والمعلوماتية، وكذلك نجحوا في أن يضللوا أولئك الذين سلموا عقولهم لوسائل الإعلام ولوسائل التواصل الاجتماعي لكي تملأها بما تشاء. وفعلا بكل ذكاء وبكل خبث استطاعوا أن يعملوا من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإعلامي والإنترنت في أن يملأوا عقول هؤلاء الناس بمثل هذه الخزعبلات التي تصوروا من خلالها بأن هذه الجماعات التكفيرية ستأتي بالنتيجة بالحلم الذي ينتظره المسلمون، دولة الخلافة الراشدة. وللأسف أن ذاكرة الناس قصيرة الأمد، تناسوا أنه قبل سنوات قلائل كانت هناك دولة التكفير الطالبانية في أفغانستان بجرائمها، ببشاعة ممارساتها، بقبح صورتها، بأفعالها التي ذمها الجميع. تناسوا تلك الصورة وأقبلوا من جديد وخدعوا من جديد بالتضليل الإعلامي الذي مارسته الجماعات التكفيرية الجديدة. ثم صدم المجتمع الكويتي العام الماضي في مثل هذه الأيام تقريبا بالجريمة البشعة المروعة الإرهابية في شهر رمضان في بيت الله عز وجل في حق الصائمين المصلين في مسجد الإمام الصادق عليه السلام، جريمة آثمة غادرة ارتكبتها أيدي هؤلاء التكفيريين الإرهابيين. ورب ضارة نافعة، حيث توحد أهل الكويت ومن يعيش على أرض الكويت إلا من شذ منهم، توحدوا في مواجهة هذا الحدث وتمكنوا من الخروج من هذه الفتنة من خلال قيادة حكيمة استطاعت أن تخرج البلد، تمثلت في الإجراءات السريعة والخطوات السريعة التي اتخذها أمير البلاد بأن يخرج البلد فورا من فتنة كانت محتملة أن تحدث نتيجة هذا العمل الإرهابي الخبيث الذي قام به الإرهابيون في مسجد الإمام الصادق عليه السلام، بما يزعزع أمن البلاد واستقرارها وإحداث الفتنة فيها. وتمضي الأيام وتعاني بعض البلاد القريبة والمجاورة لنا من إرهاب هؤلاء التكفيريين، فإذا ببعض وسائل إعلامنا ولا سيما الصحافة المحلية تعود وتضلل الناس معلوماتيا وإعلاميا بما يخدم من حيث تدري أو لا تدري، بما يخدم تلك الجماعات الإرهابية التكفيرية التي ارتكبت تلك الجريمة العام الماضي في حق الوطن. تأتي هذه الصحافة المحلية وتقدم من خلال العناوين التي تطرحها في الصحافة أو في وسائل الإعلام، من خلال مضامين الأخبار وطريقة تقديمها وصياغتها، التحليلات الإخبارية التي تقدمها، تأتي ومن جديد تنفخ الروح في هذه الجماعات الإرهابية التكفيرية التي ولدت من رحم حزب البعث، أو على الأقل هي متحالفة مع حزب البعث، ونحن نعرف ما هو حزب البعث. فجمعت من ذي من التكفير وذاك ومن حزب البعث
كل صور الإجرام والإرهاب والإقصاء والتكفير وغير ذلك. في كتاب التضليل الإعلامي من صناعة الخبر إلى صناعة السينما للدكتور ذياب الطائي يقول أن التضليل يتحقق من خلال ثلاثة أمور، ودقق على هذه الأمور الثلاثة وطبقها على إعلامنا وصحافتنا المحلية. واحد، عدم تقديم المعلومات إلى المتلقي كما هي. اثنين، إجراء التعديلات في النص أو في الصورة بشكل مدروس ومنهجي مما يؤدي إلى تغيير في المفاهيم. ثلاثة، خلق واقع جديد لا علاقة له بالواقع المتحقق فعلا، وذلك بهدف خدمة مصالح أو أغراض خاصة. وهذا بالفعل ما تقوم به بعض وسائل الإعلام المحلية وخاصة الصحافة المحلية، فمن أساليبها التلاعب بالكلمات. هناك جزء من أرض دولة، هذا الجزء محتل من قبل جماعات شذاذ الآفاق، إرهابيين، تكفيريين، مجرمين. هذه الدولة، الشعب يريد أن يحرر هذه الأراضي، بدل كلمة تحرير أراضيها ترفع هاتان الكلمتان وتستبدلان بماذا؟ بهجوم على البلدة الفلانية. كلمة هجوم هو هجوم، ولكن ما هناك فرق. الهجوم يحتمل معنيان، إما هجوم حسن للتحرير مثلا لتخليص أبرياء، وإما يكون هجوما إجراميا. يتحول إنهاء مرحلة في الحرب إلى إيقاف قسري للحرب بسبب شدة المقاومة. ومن هم المقاومون؟ هم التكفيريون. لاحظ الكلمة التي توضع هنا، الكلمة التي تستعمل هنا، أسلوب صياغة العبارة بحيث أنها تؤدي بالنتيجة غرضاً معيناً يقصده الكاتب. من الأساليب أيضاً صياغة العناوين أو مضامين الأخبار بشكل يؤدي إلى التهويل من قوة التكفيريين. إحدى الصحف بالمنشيت العريض هكذا، 20,000 مقاتل من الجيش والقوى الشعبية وكذا، في مقابل 600 مقاتل من كذا وكذا. 20,000 مقابل 600، يعني 600 هؤلاء هم من الأبطال، من الشجعان، من كذا. تهويل لصورة التكفيرين لخدمة من؟ ثم لماذا لا تذكرون الحقيقة أن هؤلاء متحصنون بالمدنيين، أن هؤلاء قد فخخوا كل شيء حتى أجساد الموتى؟ لماذا لا تذكرون مثل هذه الحقائق في ضمن تقديم الخبر، كي يعرف الناس أن المسألة، أن المعادلة ليست 20,000 مقابل 600، ليست هي غزوة بدر، أن المسألة هي مسألة مجرمين، هناك مجرمون ويتحصنون بمدينة ويتحصنون بأبرياء، وبالتالي هناك خوف وتقوى عند الطرف الآخر من أن يرتكب أمرا يؤدي إلى أن هؤلاء الأبرياء يعني يقتلون أو يصابون أو يتضررون. ثم لا تغيب المسألة الطائفية في صياغة الخبر، البلدة الفلانية السنية. طيب لماذا تذكر أن البلدة هذه سنية؟ يعني هذا الجيش الذي جاء ليحرر هذه البلدة من أيدي التكفيريين المحتلين، لماذا تسمي البلدة بأنها سنية؟ لماذا تصف هذه القوات التي جاءت وتقدم أنفسها من أجل تحرير أراضيها وهي متطوعة بأنها شيعية؟ لماذا تقدم الخبر بهذه الصورة؟ لماذا هذه الإثارة الطائفية لخدمة من؟ ولا أدري كيف تتناسى وسائل الإعلام المحلية هذه جريمة احتلال دولة الكويت من قبل البعثيين. أليس هؤلاء هم أيضا بعثيون في كثير من الحالات، أو على الأقل عندهم تحالف معهم؟
ثم كيف تتناسون العام الماضي ما جرى في الكويت وموقف الموقف الرسمي، الموقف الحكومي، الموقف الشعبي من جريمة تفجير مسجد الإمام الصادق عليه السلام؟ ألم يأتي بيد هؤلاء أنفسهم الذين يحملون نفس العنوان الإرهابي لنفس الجماعة التكفيرية، ثم تأتون أنتم وتقدمون خدمة جليلة عظيمة لهؤلاء من خلال هذا الأسلوب، تقولون هذا يجري في بلد آخر؟ أليس من المحتمل أن هؤلاء بتقويتهم هناك يعودون ليرتكبوا جرائم في دول أخرى، واحدة منها لا سمح الله نفس البلد الذي تعيشون فيه؟ الأمر وارد، وهم لا يستثنون أحدا. العدو واحد، وهو يتربص بأمن الكويت كما يتربص بأمن دول المنطقة بلا تمييز. الكلمة مسؤولية، وعلى وسائل الإعلام وخاصة الصحافة المحلية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الكلمة الصادقة، وأن تتحلى بالموضوعية، وأن لا تنساق وراء اللعبة الطائفية التي ليست سوى فتنة لا ترحم أحدا ولا تخدم أحدا. إن الاعتداء الإرهابي الذي وقع العام الماضي في مسجد الإمام الصادق عليه السلام لم يكن عدوانا على أبناء طائفة بعينها، بل كان عدوانا على الكويت وعلى أهلها ومن يعيش على أرضها بكل تنوعاتهم، وما تتعرض له الدول المحيطة بنا من إرهاب هؤلاء التكفيريين يلزم وسائل الإعلام عندنا أن تتعامل بكل صدق مع الأخبار والتحاليل المتعلقة بها، وأن لا تمارس التضليل الإعلامي والمعلوماتي تهويلاً لقوة التكفيريين وزجاً بالمسألة الطائفية وتلاعباً بالكلمات. وقد قال الله عز وجل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فالعدو واحد، وهو عدو لا يعرف سوى القتل والدمار والجريمة والعدوان. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر والنفاق وأهله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اجعل التقوى زادهم.